بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الجامعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تستعد يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى بتخريج الدفعة 61 من طلابها في جميع مراحلهم الدراسية وفي جميع التخصصات، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه. وهذه المناسبة الكريمة هي غالية على قلوبنا، ونحن في عمادة القبول والتسجيل نبارك لأبنائنا وبناتنا هذا الإنجاز وهذا التخرج، ونسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد والنجاح في حياتهم المستقبلية. الجامعة أيضا استعدت لهذه المناسبة استعدادا طيبا برعاية من معالي الوزير مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخير حفظه الله ورعاه، وهو يتابع متابعة حثيثة ومتابعة مستمرة في إنجاز هذا الحفل بما يليق بهذه المناسبة الكريمة، ويوجه دائما بأخذ الاستعدادات الكاملة ومشاركة الطلاب لفرحتهم في هذه المناسبة. يسرني بهذه المناسبة أن أدعو جميع الطلاب للتواصل مع الجامعة ولا تنقطع صلتهم بالجامعة، وذلك عن طريق برنامج خريج بإمكان من يتواصلوا مع الجامعة، والجامعة تسعد بمقترحاتهم وتواصلهم المستمر، ونسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد. وهم حقيقة بدأوا في يعني المرحلة الأولى في بناء حياتهم والمشاركة في بناء هذا الوطن الغالي، وبدأ وقت العطاء، ونسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد والفلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.